مرحبا سيدي، مرحبا على راس العين. شحال كنت شوطنا؟ خلاص كاينش حاجه ولا ما كاينش؟ هي كاينش مشكل عندك؟ مالك مخلوع؟ مالك مخلوع؟ مالك ما مرتاحش؟ لا والو، نقدروا نبداو؟ نشوفوا المخرج يعطينا لاكوغ باش نقدروا نبداو اللايف ديالنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حوار خاص وحصري من العاصمه الرباط. معنا ومعكم اليوم الفنانه القديره واللي كنا كنبغيوها شوكينه درابيل. مرحبا بك لاله شوكينه. شكرا. مرحبا بك علاء، ومرحبا بقناه شوف تي في عندنا هنا في البلاطو في الرباط بالضبط. احنا اليوم في كواليس تصوير واحد العمل اللي انت كنتي كتكتمي انك ما تهضريش على الديتاي ديالو. اليوم حنايا بغينا نعرفوا تفاصيل اكثر على هذا العمل الكبير اللي كتحضري ليه. الوغ اليوم حنا في مدينه الرباط. بعدا كنبغي نشكر الساكنه ديال الرباط بزاف وخصوصا الساكنه ديال حي الكزا اللي هنايا في المدينه القديمه. كنبغي نقول لهم شكرا على حسن الاستقبال ديالكم، حسن الضيافه ديالكم، محبتكم لينا كفنانه وكخوت، لان بصح ولينا خوت مورا التورناج هذا. شكرا للجمعيه اللي حنا كنصوروا فيها الرياض ديال رباط الفتح اللي كيقولوا لها دار حكم، اللي كان بلاطو جميل بزاف وكانوا حتى ناسو اللي فيه مضيافين ودائما كيتلقاو لينا بالابتسامه العريضه، فكنبغي نشكرهم كاملين. اليوم انتم معنا هنا في البلاطو نيت في الرياض اللي كنا صورنا فيه، كانوا بزاف المشاهد هنا في الرياض، وكانوا في مدينه سلا، في مدينه الرباط، شي مشاهد في قنيطره. واليوم احنا هنا في الديكور البرانسيبال اللي هو كما قلت لك الرياض، اللي غادي تشوفوا الاحداث ديالو بزاف. دونك هذا فيلم اللي كنت متكتمة عليه شويه، مي اليوم غادي نقولوا تكتم تام، ياك ما كنتش كنعطي المعلومات. لا اليوم غنقول لكم بالله، اليوم عندنا فان تورناج، فاليوم سال التصوير مده ديال شهر اللي قضيناه هنا في مدينه الرباط. فهو فيلم سينمائي كوميدي تحت عنوان الكنز. فسكينه درابيل هذه اول تجربه ديالها في مجال تجربه سينمائيه، اول تجربه فيلم مطول ولا بطوله فيلم سينمائي كوميدي. كان سبق لي درت شي مشاهد مع حميد زيان، مع علي طاهري في بعض الاعمال ديالهم طويله، ولكن كانوا عندي غير دي سيكونس، كنت باقي يلا باديه، وكانوا غير مشاهد قلال. هنا عندي بطوله انا والفنان خويا طارق البخاري والجميل محمد الحوضي، اللي اول مره كنشتغل انا وياه في واحد البلاطو، واللي كنكتشف انه ممثل جميل وجميل بزاف، لانه خرج المعهد العالي في المسرح والتمثيل الثقافي حتى هو، وكنا كنتعرفوا غير في المسرح ولا كنا كنتلاقاو غير هكا في لي ريبيتيسيون ولا هذا. فاول مره كتجمعني معاه كاميرا واحده وبلاطو واحد وسيناريو واحد. فبطولتي انا وطارق البخاري محمد الحوضي والفنانه الجميله حتى هي خرجت المعهد فاطمه بوجو شوكولاتة السينما، والاستاذ الكبير جمال العبابسي، ناصر المدغري، هند بالعولة اللي بقى في المعهد حتى هي واحد الموهبه جميله وجميله بزاف، مريم القدميري اليوتيوبوزا الجميله اللي كضحكنا وكنا كنعرفوها، والعديد العديد من الوجوه الشابه. وكنبغي نقول بان المخرج ديال العمل احسن والاحسن الاختيار بانه يجمع واحد تله من واحد الشله ولا واحد تله من لي كوميديان، كاين اللي قديم، كاين اللي يلاه بادي، كاين اللي يلاه باقي كيقرا في المعهد، كاين اللي داز غير من الكاستينغ. فكان واحد التنوع ديال الاجيال وتنوع ديال الثقافات اللي عطات واحد لفخو ان شاء الله، وغادي تشوفوه ان شاء الله في العام المقبل، لان الفيلم كيخصو واحد الوقيته، واحد المده ديال المونتاج، المده ديال خصو يمشي لابوت برود، شحال من حاجه. دونك كنشكر المخرج الجميل الاستاذ عمر غفران على انه حطنا كاملين حنا في هذا القالب هذا، وان شاء الله اللي غادي يكون شي حاجه زوينه. وكنبغي نشكر اكيد ايضا المدير الفني ديال هذا العمل علي الطاهري، اللي كنبغي نقول ليه توا شكرا بزاف لانك اضفتي لنا الكثير بمعيه الاستاذ عمر. فالحمد لله دازت اجواء التصوير، الكواليس اللي وقعوا في التورناج كنعرفوا انت عندك واحد الاجواء دازت مخيره، سيغتو اننا كنصوروا في الرياض، يعني بحال جالسين في ديورنا، بحال مع خوتنا، ماشي بحال بصح مع خوتنا، كانت ديك الاخويه ما بين الممثلين، كانوا الاجواء زوينه، وكانت عندنا كوزينه لتحت وانا عارف اني كنموت على داك الشيء. انا قالوا لي انت ديما كتلبغي كتاكلي كديري انا فهمتي راه دايره لهم داك الشيء، كنشبع انا الاولى كناكل انا الاولى. مي شوف الاجواء الحمد لله كانت عائليه، كانت اخويه، وباقى الحمد لله تفرقنا بالبكا البارح في الليل، البارح سيتي لا فان تورناج، اليوم كانت الحفله ديال فان تورناج، ونتمنى انه ما يكونش اخر مره كنجمعوا مع هاد ليكيب اللي كانت معنا اليوم. اكيد عمل موفق لانه كيضم واحد التله من الكوميديين كيف ما قلتي، اللي يعطيو لا تويت ديالهم في هذا العمل. شو كاينه الناس توحشوك في لجاتكم؟
توحشني بخير. تكون بيرسوناج انت اليوم هذا البيرسوناج لعبه قريب من سكينه مرت مصطفى، قريب من سكينه لافيرميه، شكون سكينه اللي علقوا لك؟ انتم سكينه كتجيكم مع سكينه مرت مصطفى صافي. الناس ربطوك بسكينه مرت مصطفى غير حيتاش الاسم الفن الاسم ديال الشخصيه اللي درناه هو الاسم الشخصي ديال سكينه. دونك الناس شي مرات في الزنقه كيقول لي واش سكينه هي؟ كنقول لا راه سميتي سكينه ني الدرابير ماشي البيرسوناج. لا البيرسوناج ديال رقيه مرات حمدان واحد الحاجه اللي هي مغايره، واحد السيده اللي هي سيده بيت مكافحه كما تنقولوا خبز وبراد فهمتيني، بنت البلاد واقفه شعبيه شعبيه بيان سور. شوف انا لي غول الاقرب لقلبي هما لي غول اللي كيكونوا منطلقين من الشعب، حيت من الشعب فاش كتنطلق من الشعب اكيد كتعطي شي حاجه اللي هي زوينه وكتمشي لقلب الشعب ديريكتور. ما بغيتش نشوفوك برجواليه كلاس ان شاء الله ان شاء الله، ولكن شوف الله يخلينا في صباغتنا الله يخلينا في صباغتنا. انا تعجبوني هاد الادوار ديال الشعبيه ديال البسيطه، تعجبني كنلقى فيهم راسي. يعني انا بنت الشعب، قريت في اللي كيعرفوه مدينه الرباط في يعقوب المنصور، من عائله متوسطه يعني ماشي زعما كنقول لك. شوف التمثيل ممكن انني ندير برجوازيه وممكن ندير حتى كنسوق حتى البيلوط ونسوق حتى الطياره حدا البيلوط وشنو ما كان، غير كتبقى مساله ديال الاقتناع، واش الناس غادي يقتنعوا بك، واش الناس غادي تقبلوك في هذاك البيرسوناج، تقبلوك في هذاك لو بيرسوناج. فوالا هادشي اللي كاين. الناس فاش كنتلاقاو في الزنقه كلشي تيقول لي شوف خليك على صباغتك وخليك بطبيعتك، حنا راه تنبغيوك بحال هكا، وانا ما نقدرش نخسر الخاطر للجمهور ديالي. سكينه هادئه ولكن دائما كيروج بها الشائعات وديما الناس سكينه الجوليات سكينه دارت سكينه، علاش انت ديما محيطه بالشائعات واخا انت كان حنا تنعرفوك زعما قليله الظهور، ما عندكش مع زعما ما عندكش مع شوفوني كيف ما كيديروا بزاف ديال الفنانين. وربما حيتاش ناجحه الحمد لله، ناجحه في مسيرتي اللي بدات في 2010 من ليل جات للمعهد، فالناس اللي كتكون عليهم الهضره بزاف كيكونوا غير كيبغيونا الناس، والله الا غير كيبغيونا الناس داكشي علاش كيهضروا علينا. شوف هي بالنسبه لي الاشاعات انا ما كتاثرش عليا انا اكثر ما كتاثر على الوسط ديالي وعلى الاسره الصغيره ديالي. فانا راه مشهد ديك المره مشهد صغير ديال واحد العمل قالوا كتكمي وحنا تنعرفوك كنا تنعرفوك انت يا مشهد من فيلم سينمائي قال لك تتكمي الشيشه وتدير، ولكن داكشي راه فيلم ما شافوش زعما الاجانب ولا شحال من ماشي الاجانب، ممثلات كاع مغربيات وشحال من حاجه وداروا اسمح لي وداروا شحال من داروا شحال من غول شحال من غول اللي هو ماشي هما، راه الفنان ملي كيلعب واحد الغول راه ماشي هو ديال بحال هكاك، هذاك راه دور وسمحهم الله اللي شدوا من التلفازه وقطعوا غير ذاك الدور وبغاو يبينوا بغاو يسيئوا الصورة سكينه دار، ولكن الحمد لله الناس اللي كتعرفني اكيد ما ساقتش في ذاك الشيء. جمهورك الناس اللي قرابين لك حنا تنعرفوك عن قرب وعارفين الكاركتير والسلوك ديالك، الناس كيفاش تعاملوا عائلتك كما قلتي العائله هي اللي كضر. صح شوف انا ما نكذبش عليك، بين عائلتي ضرات، انا درت شكايه حطيت شكايه ذاك الشيء مازال في طور انجاز، لان كتابعهم قضائيا لانهم ضروني ضروا عائلتي الصغيره، فكما تنقولوا ما خصهمش يقصوا الكرامه ديالي لانهم خاصو بصح الكرامه ياسر. اسره محافظه، انا خويا مغربيه وبنت الشعب واسره محافظه وشنو ما بغى يكون فهمتيني، وقريبا ان شاء الله ندير عقلي وداك الشيء. المهم عائله محافظه اللي بصح كيضرها اي حاجه يعني شوف اي واحد اي عائله ما تبغيش اللي يسمع في ولادها ولا في بنتها ولا في هذا، سيرتو البنت شي الولد مازال تقول هذا دار وهذا دار وهذا، هذاك راه كنقولوا حنا راه راجل، ولكن حنا في المجتمع ديالنا بنت ما يمكنش ملي غتسمع لها كدير هذه وكدير هذه وكدير هذه بيان سور غادي يبقى فيك الحال. قلقوني ولكن قلقوني اكثر من اللي قلقوا لي عائلتي الصغيره، الاب ديالي والام ديالي بيان سور عادي، حيت انا راك عرفتيني انا ترونسبارونت اللي كاينه تنقولها وشفافه لواحد الدرجه ما تخيلش، الحاجه اللي كتاثر فيا كتاثر فيا، الحاجه اللي كتفرحني كتفرحني، اثروا فيا ولكن الحمد لله ماشي لدرجه انني نوقف ولا نقول لا ولا نهائيا، بالعكس شي صدمات شي مرات كيخليوك تزيد لقدام ماشي ترجع للور، ومزيان يكون عندك المارشارير مقطع واش فهمتي، دير غلط ولكن دير جوج ديال 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 شي حوايج اللي هما ايجابيه. اكيد هما شائعات من حق اي فنان يتعرض لشائعات، ولكن نتمناو ان هاد الناس يهديهم الله ويحاولوا يدعموا الفنان اكثر من انهم يضروه في المسيره ديالو. لكن نرجع معاك النجاحات ديالك، تبارك الله عرفت انه انت مقبله على واحد شنو نقول لك تجربه جديده على اليوتيوب ودخولك لعالم اليوتيوب. كيفاش جاتك الفكره؟ تيبوب مقبله على تيبوب، ماشي كيفاش جاتني الفكره، هادشي اللي بغات الوقت. هادشي اللي بغات الوقت، الناس ولاو بزاف كلشي مأطاشي السوشيال ميديا، حنا كنكونوا جالسين في عائلاتنا كاملين، كنكونوا جالسين في عائلاتنا، تباك حدا امك حدا خوتك، التلفزه مطلوقه وما عرفتش شنو كلشي مطلوق، وانت شاد التليفون ديالك،
دونك حتى التليفون هو اللي ولا بلو بروش للناس ولا ديالهم عالمهم خاص. فانا قلت علاش لا، حتى انا من هذا النوع هذا، حتى انا نبغي عندي جمهوري ديال 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 السوشيال ميديا، فبغيت التواصل ديالي مع الجمهور يكون زعما يومي، ولكن ما تيقولوا روتيني اليومي، ولكن انا ما كنتش ذاك روتيني اليومي ديال انا كنت معاك لهاد الروتين. درتي الروتين اليومي ماشي السياق وداكشي ديال الجفاف، انا درت روتين اليومي. اشنو هو الروتين؟ الروتين اليومي راه كلمه كون بصح ما دارش على واحد الضجه وكون ما داروهاش واحد الناس بواحد الطريقه ما غاديش ما غاديش ما غاديش تسمع بيننا خايبه. راه روتين يومي شي حاجه اللي كتديرها كديرها يوميا، اليوميات ديالك هي غير تعطيها واحد الاسم ولا تعطيها واحد واحد الطابع اللي هو خايب من عند شي ناس ولا من عند شي وحدات اللي كيديروا لنا هذا السياق بالظهر، كيعطيونا بظهرهم كيقول لك انا كنسيق وهذا راه زعما العالم ما تعرفوش يسيقوا ولا حنا ما كنحكوش الزرابي ولا كيفاش هادشي. انا كندير هذاك روتين يومي. نوقف معك في هذه الجمله ديال الروتين يومي. الروتين اليومي كما قلتي خدات واحد الانطباع، الروتين اليومي راه عاديه، راه كاينه جمله عاديه ولكن كنربطوها ديما كنربطوها بداك الشيء، كنربطوها بمؤخرات ديال شي وحدين اللي كيبانوا، كنربطوها بشي. انت تقدري ديري هذاك النوع من الروتين اليوم؟ سطيتي. انا راه كنقول لك بنت محافظه وبنت الشعب، واش انا نقدر نسيق؟ وانا انا ما كنسيقش اصلا باش تفهم. انا مثلا نديرش داكشي ديال، انا تندير الروتين اللي كيبغيوه الناس، الروتين اللي كيطلبوا مني الناس، الروتين اللي انني كنجاوب مع الناس، لا في الانستغرام لا في تيك توك لا في لي لايف لا في هذا. فهذاك هو الروتين اليومي. اما باش نعطي بنادم بالدار ولا باش نبدا ندير داكشي اللي كيحسب لهم، راه هذاك هو الروتين اليومي نهائيا. حد الله بيني وبين داكشي اخويا الحمد لله. تيك توك تعلقتي فيه، فيديوهاتك وصلوا 3 4 ديال المليون ديال المشاهده في نهار في يومين، كي درتي التيك توك تاعو؟ محبه الله ومحبه الناس. شوف ربي ملي كيكون كيبغيك كيحبب عبدو فيك، هذا الشيء اللي كاين. تيك توك تاهي تجربه. شوف انا بالنسبه لي هذاك الكونفينمون علمني بزاف ديال الحوايج، درت فيهم شي حوايجات مع الدار في حياتي الشخصيه تبدلوا شحال من حاجه. تعلمتي الطياب بعد رويده؟ انا كنعرف نطيب، فهمتي؟ انا كنعرف نطيب وهنيت ماما من الطياب، وليت كنصلي في الكونفينمون الحمد لله وباقا. وليت كندير شي حوايج اللي هما مغاير على سكينه اللي كانت شحال هذه في الكونفينمون. وعيت مع راسي، عرفت راسي شنو الصح شنو الصح وشنو الخايب. جلست مع راسي، جلست مع دارنا، تعرفت على دارنا كثار، طلعوا ناس مزيانين في الكونفينمون. مي بصح في ديك الوقت ديال الفراغ في كورونا ولا في الكونفينمون ما كانش عندنا من غير اننا نشدوا لي ريزو سوسيو لي سمارتفون ديالنا والسوشيال ميديا. فانا دخلت لهذا العالم هذا. يلا ديغنييغمون درت اون شان يوتيوب غنوريها لكم دابا باش تدخلوا ليها، هي ماشي شي وحده اخرى. كاينين بزاف القنوات، كاينين مكريين الناس بزاف ديال القنوات، ولكن الرسميه هي هذه. هذه هي الرسميه اللي فيها هذا الفيديو هذا. اللي نقراو لهم هاي هي ديال سكينه درابيل. دونك هذه هي القناه ديالي اللي واصله دابا 465 ابوني و 39 الف مشاهده اللي درتها صافي اون سيمين. دونك هذه هي القناه الرسميه ديال سكينه درابيل. فبغيت انا خويا بغيت ندير هذا الشيء ديال الانترنت، وبغيت ماشي عياقه ولا لحقه انا عندي اون شان ولا ناويه نتخلص منها ولا هذا نهائيا. انا ناويه نخلي الكونتاكت ديالي مع الببليك ديالي. ماشي الهدف مادي؟ لا 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 ماشي الهدف مادي نهائيا. شوف الببليك ديالي الصغير اللي ديما شاد لي سمارتفون تا هو ندخل عنده ونكون عنده، الا بغاني بغاني يدير لي ابوني، ما بغانيش ما يدير حتى حاجه. شوف كاين واحد الظاهره ولينا كنشوفها في الدومين ديالك، تبارك الله خريجه معهد. كنقولوا خريجه معهد يعني سنوات ديال الاجتهاد والالتهام. اربع سنوات، اربع سنوات، ماشي سنوات كثيره حتى في الدومين قبل ما تدخلي مثلا. راه ضروري انت خدمتي يعني انت كتخدمي على هذيك لي مال ديالك باش اليوم تلاقينا مع سكينه النجمه. الا بغينا نهضروا على بزاف الناس اللي ولاو كيدخلوا للدومين غير بالانستغرام مثلا، كاين بعض المخرجين اللي كيجيبوا الناس العدد ديال المتابعين اللي عندهم. يعني انت عندك مثلا 100 كا، عندك واحد البوبليك غادي يدخل يشوف هذاك العمل، عندك مليون، عندك جوج، عندك ثلاثه، شنو رايك في هذه القضيه؟ هو شويه هذه القضيه هذه كتزعج بعض الفنانه ولا كتزعج شويه الدومين، ولا كتقول لا ما خصش مثلا يجيو دي انفلونسوز ولا. انا كنقول نهائيا، انا كنقول الدومين واسع والرزق اللي عطاه لك الله عمر شي حد يحيدو لك. رزق الله سبحانه وتعالى، راه النمله ربي كيخلقها في الارض وكيعطيها الفتات ديالها ما كتاكل. علاش غنحاربوا هاد الناس؟ تا هما كيديروا شي حاجه اللي هي زوينه، كيديروا شي حاجه اللي هي فيها لاغ. انا مع الناس اللي يدخلوا للدومين اللي يكونوا كفء. كون سيدي ومولاي ومرحبا بك. ما تكونش كدير لي داك الشيء ديال روتيني اليومي ونخلق منك نجم. نهائيا كون فنان، كون عندك واحد البصمه تزيدها للدومين ولا تزيدها للفن ديالنا، مرحبا على راس العين. هذوك حتى هما راه مواقع التواصل. التلفزه راه كنتواصلوا فيها مع الكرون بوبليك، مواقع التواصل الصغيره هي كنتواصلوا مع البوبليك ديالنا.
الا كنتي فنان وسيدي ومولاي مرحبا، والتيران واسع، واللي عنده اكيد هو اللي كيبقى. وكاين جزائر ناجحه مثلا الربيع الثقلي ولد اللبان في عنبر وياقوت، اليوم هو واخد المساحه ديالو اعلاميا وفنيا لانه يقدر يخدم على الباس. تبارك الله عليه. انا بالنسبه لي داك السيد غزال ما شاء الله وموهوب، وتنقول له برافو، كنتي في ياقوت وعنبر مخير. اون فيت المسلسل كله هو تبارك الله انا عجبني وكنت من المتتابعات ديالو، بحكم انه كانوا في اصدقاء ديالي بزاف اللي كانوا خدامين فيه. عجبتني القصه وما نكرهش انها تكون جزء ثاني. انا ما كرهتش كنت معاهم في ديك الوقيته، تالما حسيت بواحد الانرجي زوينه عندهم في البلاطو، حيت الانرجي ملي كتكون زوينه في الكواليس ولا الممثلين ملي كيكونوا مصاحبين مع بعضياتهم ملي كيكونوا خوت ولا الجو ملي كيكون موفر الانتاج زوين ولا المخرج زوين، اكيد الامباكت ديالو كيبان شي حاجه اللي خارجه من القلب اكيد كتخرج للقلب. كنبغي نقول ليه ربيع السقلي برافو، راك كنتي طوب. خاصو كاين نرجع معاك الاعمال الرمضانيه، الجمهور بغى يعرف واش كاينه سكينه هاد رمضان. واش يا عمري واش؟ شوف حاليا كاينين اقتراحات ولكن ما كاينش شي حاجه اللي هي دابا سور، من غير واحد المسلسل اللي غنبداو في التصوير ديالو ان شاء الله في ديسمبر. ديما ملي كتبغي تبداي ما كتبغيش تقول لي التفاصيل. ما كنبغيش نقول التفاصيل. انا شوف كيقول لك العروسه في الكرسي ما عرفوا الناس فين ترصي، انا سيدي تنبدا التورناج ونسني الكونترا نقول لك علاء انا خدمت. واش فهمت؟ كتبغي كنبغي العين شو كاينه؟ مثلا العين حق بيان سور كاينه العين حق، ولكن ماشي تنقول لك. عمرهم شافوا لك لي بروجي بسبب هاد انكي كتهضري عليهم بزاف تما كيبقاوش يكملوا؟ ممكن يكونوا مشاو بهذه الطريقه هذه، غير انا ما خديتش بالي. مي بصح كاينه العين، كاينه العين حق، ولكن ماشي زعما انا كنقول لا وما نقولش وداك الشيء يقول اعوذ بربي هذا نهائيا. شوف رزق الله، انا دايرها في يد الله سبحانه وتعالى. جاني رزقي كتبوا لي سيدي ربي راه غنخدموا، ما جانيش رزقي راه مكتب لواحد اخر. شو كاين قالوا لي غتولي تغني في لاشين ديالك؟ لاشين ديالي نقدر نولي نغني فيها حيت عندي واحد الصويت زوين. اليوم بغينا نسمعوا شي. لا 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 نسمعوا. الصاوت ديال انك تشوفوا. لا 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 نخرجوا من شكل الممثلين. وي صاحبي. دندن اختي. وين على ما هو. دندن اختي. دندن انا فراسك تعجبوني الاغاني المغربيه. اغاني المغربيه كتعجبني لطيفه رأفت. يلا شنو نغنيوا لطيفه؟ على لقاء الميكروفون. شكرا. مغيارة ويلا قالوا مغيارة مغيارة وهاد الطبع واش ندير، والغيرة فيها لدة ومرارة، العاشقين هي أجمل تعبير. مغيارة المحبة بلا بها غير خسارة، خسارة خسارة، وانا بعد عني علاش نغير دارار مغيارة. تبارك الله عليك، هذا غير شويه د الصوت. ما شاء الله كتغني مزيان، كنترقبوا شي كليب ياك؟ نترقبوا شي كليب. كليب ان شاء الله نديرو انا وشكون شكون اللي بغيت تديري معاه ديو؟ اللي بغيت ندير معاه كليب زعما ماشي غنوصل للنيفو ديالو في الغناء ولا نكون معاه، نكون في الفيغوراسيون. كندير ليه داكشي ديال الكلام عند الجمال سعد مجرد. فان ديال سعد مجرد اللي تبارك الله واحد الموهبه كبيره وطاقه كبيره وموهبه مغربيه اللي شرفتنا وشرفت كاع المغاربه في العالم كله. هو فنبغي نكون معاه في شي ديو، ماشي غنغني اكيد ما غاديش نوصل للنيفو اللي هو واصل ليه، ولكن نكون معاه في الكليب. قلت لك نكون زعما ديك التيتيز اللي غيتز، مال هو ما يتزعطش شي وحده صاحبي دبدوبه او سعد دير معنا زوينه صاحبي. تبارك الله عليك الروح المريحه ما كتخطاش حواراتك معك سكينه. واحد المعلومه نبغي نتاكد منها، سمعت على انه انت زيد وليتي كتسمعي مره خطر. لا هو واحد الصاق عين انتم راه كتسمعوا شي خبر سيختو، انت كتجيب شي خبر اش غنقول لك زيد. عرفت انه انت دخلتي اختك للدومين؟ اختي دخلت للدومين، اختي دخلت قبل مني انا واقيلا للدومين. لا اختي اولا كنبغي نحيي هاجر درابيل الاخت ديالي. اختي انا دايره الفوال محجبه وكدير عندها قناه حتى هي في اليوتيوب اللي سميتها هاجر درابيل شانيل. سبق انت ولا هي؟ هي اللي سبقات. هي اللي سبقات. هي اللي عطاتني الفكره. هي اللي عطاتني الفكره، وهي دابا كتخدم معايا المونتاج، وهي اللي كتصور لي حتى الفيديو في لاشين، وهي اللي كريات هذا لاشين كلها. فهي كدير دي فيديو، هي كدير هي كيقول لها اش كيقول لها؟ كيديروا هذاك لي فلوغ. كدير لي فلوغ. هي كدير لي فلوغ، وهي سميتها بلوغر.
بلوغر كيقولوا ولا بلوغر زعما صافي، هي انفلونسوز كما تيقولوا، كدير لي فلوغ في يوتيوب. عندها عالمها الخاص، اختي كالم زويونه ظريفه، ولكن بديت كنشم في هذه الايام ريحه انها باغا تدخل للتمثيل، باغا دير شي حاجه في التمثيل. ندخلها للتمثيل؟ ماشي غندخلها، غندخلها قدراتها وكفاءتها. الا كان عندها، الا كان عندها، شوف الا كان، الا كان عندها ما يتقال في هذا الدومين هذا مرحبا بها اختي، ماشي غادي نمشي ندافع عليها وهي راه ضروري تكون لاباز. بيان سور خصها تكون لاباز، بيان سور، وانا اكيد غنعاونها وغنمد لها يديه بيان سور. تبارك الله عليك، شكرا، شكرا لهذه الصراحه، شكرا للبنيه اللي ما سخيتش بك، انت عندك واحد روح مريحه. شنو تقول لي للجمهور شفت البيو برنامج بريكه معانا؟ كنبغي نقول للجمهور بيان سور شكرا بزاف على تشجيعكم لسكينه درابيل، شكرا على انتقاداتكم اكيد البناءه اللي كتقول سكينه درابيل، انا من خلالكم انتم اكيد كندير انا واحد الميساجوغ لراسي، كنحاول نحيد شنو ما كيبغيش الجمهور ديالي، كنحاول نخلي راسي زوينه مع الجمهور ديالي، كنبغيكم وكنموت عليكم، وحنا دائما وابدا ودائما ودائما بلا بكم انتم راه ما كنسوا حتى شي حاجه، فشجعونا وقفوا معنا، حنا خوتكم وليداتكم صحابكم، ما تخليوش داك الجدار ولا داك الحيط الرابع ديال لا هذاك فنان خليه بعيد وانا بعيد، حنا ولاد الشعب منكم وإليكم، كنبغيكم كنموتوا عليكم، وان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو بكم عما قريب، يا ربي يفتحوا لينا خويا غير المسارح، نمشيو نمشيو نخدموا ونمشيو نشوفوا الناس ونشوفوا الاطفال ونشوفوا الكونتاكت ديريكت مع 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 مع, مع الببليك. وكنبغي نقول لكم بهذه المناسبه نقول ولا ما نقولش؟ لا قولي. شنو نقول؟ لا قولي داك الشيء واش تقول؟ كنبغي نقول لكم بهذه المناسبه دخلوا تابوناو عندي اخوتي عاونوني. لا لا ما غاديش نقول هذا الكلام، غادي نقول ان شاء الله راني درت قناه في اليوتيوب، غنبدا نحط لكم فيها روتيني اليومي داك الزوين، ماشي داك الحلال، روتيني يومي كاشير حلال، حيت كاشير هي هي حلال. فمرحبا بكم عندي في القناه، وشكرا لك على مره اخرى على الاستضافه، وشكرا حيت جيتوا من الدار البيضاء عندنا الرباط، صافي بليزير، ونتلاقاو ان شاء الله فرصه قادمه. تبارك الله عليك مشاهدينا الكرام، تنهي ما بقى لي غير نقول لكم الحوار ديالنا وصلنا النهايه ديالو، تبقاو على خير.